عودة لكم مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان، ولسه مكملين معاكم أخبارنا، أخبار السوشيال ميديا الرياضية في برنامج 7 في 7. وصلنا معاكم دلوقتي علشان نقرأ إجاباتكم طبعا على سؤال حلقتنا النهاردة، واللي كان بيقول: ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي وإطلع برة في ذهاب الدور التمهيدي بدوري الأبطال؟ طبعا جالنا إجابات كتيرة جدا على تويتر، وأبرز اللي جالنا كده: عبد اللطيف قال: مساء العيد والفرح على اجمل فرح، مساء الفل عليك يا عبد اللطيف. مع اني زملكاوي اتوقع فوز الاهلي بنتيجه 4 أهداف مقابل لا شيء على اطلع بره، ومساء الفل لياسمين عليك يا فرح يا اجمل مذيعه في الدنيا، مساء الجمال عليك يا عبد اللطيف. صالح جمعه قال: ان شاء الله الاهلي 3. خلود محمد قالت: فروحة كل سنة وانت طيبة يا أجمل مذيعة في الدنيا، أتوقع فوز الأهلي 3-0، كل سنة وانت طيبة يا خلود. حبيبة قالت: 2-1. عاصم أحمد قال: مساء الخير يا شيمة، مساء الفل عليك يا عاصم، أتوقع الأهلي يفوز بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء.